الآن وصل وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي والوفد الفني المرافق له صباح اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لاستكمال جلسات التفاوض حول سد النهضة الإثيوبية والتي تعقد على مدار يومي الخميس والجمعة. هذا ويعقد الاجتماع بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي. ويأتي الاجتماع في ضوء مخرجات الاجتماعات التي عقدت بواشنطن في 12 و13 من فبراير الجاري. والجدير بالذكر أنه تم في الاجتماع الأخير استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. صرح وزير البترول طارق الملا أن مصر لديها مشروعات صناعية كبرى جديدة للبتروكيماويات ستوفر طاقات إنتاجية ضخمة عند الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها. وأوضح الملا خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل أن المشروعات الجديدة تمثل إسهاماً في تعزيز استفادة مصر من مقوماتها في صناعة البتروكيماويات وتعزز من مكانتها إقليمياً في هذه الصناعة الحيوية. ومن جانبه أشار رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إلى وجود 5 مشروعات في مرحلة التنفيذ، ويأتي من ضمنها مشروعات إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمحافظة البحيرة. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان على تخصيص 5 قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة جماعات تكنولوجية بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي. وتأتي الأراضي في مدن أسيوط الجديدة وبرج العرب الجديدة وأيضا مدينة 6 أكتوبر الجديدة ومدينة طيبة الجديدة وكذلك مدينة شرق بورسعيد لإقامة جماعات تكنولوجية بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها تلقت تقارير عن 406 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة جديدة أمس، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 2718 والإصابات المؤكدة إلى نحو 78,000 شخص حتى نهاية أمس. هذا وأوضحت لجنة الصحة أن جميع الوفيات الجديدة المسجلة تأتي بمقاطعة هوبي مركز تفشي الفيروس. ورياضياً، يستضيف اليوم في 10 مساء فريق ليون الفرنسي فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك في إطار منافسات ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. وفي إطار منافسات الدور ذاته وفي نفس التوقيت يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب سانتياغو برنابيو.